ربي كرمنا بصابة زيتون قياسية. الإشكال اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم اليد العاملة، نمشي للقهاوي نلوج على يد عاملة شباب نلقاهم الكل كان نقول له إيجي اخدم معايا إيجي اجمع معايا الزيتون، يقول لي لا، نهار ما بين 35 و 40 دينار. لهنا شنو نعملوا؟ نخليوا الزيتون في الشجر بتاعه والا نمشيو نستوردوا يد عاملة من برا. هالثروة هذه اللي تراو فيها ماهيش ثروة الفلاح وحده، هي ثروة وطنية. اليوم على المسؤولين الكل كاين انهم يخرجوا من البيروات بتاعهم ويجيو يعايشوا الوضع اللي نعيشوا فيه احنا والازمه اللي نعيشوا فيها احنا. اليوم كيما عملنا حمله نظافه الشعب الكل كاين وخرجنا للشوارع ونظفنا شوارعنا وركحنا امورنا ما فيها باس، نتضامنوا الناس كل كاين مع بعضنا ونلموا بعضنا الناس كل كاين ونجيو نجمعوا ثروتنا هذه، ما تخلي باش ما تمشيش هباء منثورا.